السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله تتمه الفيديو اللي سبق. مدينه فاس، ما يمكنش تجي لمدينه فاس وما تزورش دار الطبخ. هنا فين كيتصوب الجلد، يعني بعد ما كيكونوا هي دار، كيفاش كيتغسلوا كيكرموا باش كيولي عندنا في الاخير غير الجلد اللي كنستعملوه في الاحذيه، الحقائب، الملابس وعده اشياء. فهاد البلاصه هادي صراحه زوينه بزاف ومنظر زوين. حبيت انني نشارك معكم هاد اللقطات وتشوفوا المنظر كيف داير. خليكم تستمتعوا بالفيديو وما تنسوش تضغطوا على زر لايك. وهنا من بعد ما خرجنا من مدينة فاس التحق بجنان سبيل، حديقة جنان سبيل. صراحة حديقة رائعة كبيرة وزوينة، واللي لفت انتباه ديالي هو أن الناس كيجيو ليها كيجيبوا مثلا الغداء ديالهم. لحقاش هاد الوقت كانت وقت الغداء، يعني وقت الظهر فاش كنت مشيت، وكما سبق قلت لكم فأنا تعمدت نمشي في هاد الوقيته باش تكون الدنيا خاوية ونصور لكم هاد الفيديو هذا، ونيت باش نربح الوقت وتبقى عندي العشية كاملة أنني نتسارى نشوف شنو كاين، نشوف الجديد، نشوف المدينة كيف ما بغيت. مهم صراحة الحديقة زوينة بزاف، زوينة بزاف بزاف بزاف، وفيها كراسة هكا فين تجلسي في الظليلة تستمتعي فيها واحد الهدوء رائع. وكيتوافدوا ليها السياح، يعني مني مشيت لقيت بزاف ديال السياح، ولقيت حتى الناس كيجيبوا الغداء مع العائلات ديالهم، وكاين تما فين تجلسي وكيتغداو وكيشوفوا هاد المناظر الزوينة. وعلاش قلت علاش لا نشارك معاكم هاد الحديقة، صراحة رائعة رائعة. الى مشيتو لفاس ما تنسوش تزوروها. نخليكم مع الموسيقى واستمتعوا بالفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتخليوا لي تعليق في صندوق الوصف.
كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم واستمتعتوا معايا بهاد المناظر وهاد المقاطع. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف بزاف بزاف، كلمه شكر قليله في حقكم. شكرا على لي لايك لي كومونتير، كل شيء كنقول لكم عليه شكرا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. مع السلامه، وما تنسوش تهلاو في ريوسكم.